يا كابتن هات لنا التورتايه، تعالى بصي تورتايه اهي زي الحليب وعليها كمان اللي انت بتحبيه كله. بس انا عايزه اصحاب. كده بتموتيني بالكلام ده. كابتن يا كابتن انا بكلمك انت. اهلا وسهلا، اهلا بيك حضرتك. مورس، اهلا بيك يا ست الكل. اهلا ست الكل، اهلا بيك. انا اسمي وديده. اهلا وسهلا عشان اسامي ست الكل. واسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي زينب. هو الاستاذ اسمه ايه بقى؟ ماهر. بعد اذن حضرتك، اتفضلي. البنت عايزه تحتفل بعيد ميلادها، هل ممكن يا حاج يعني نبقى مع بعض كده في حضن بعض؟ احنا تحت امرك. الله يخليك. نجيلك؟ لا احنا هنجيلك. اهلا وسهلا. هنجيلك دلوقتي. شيل التورتايه دي وهات التراتير دي عندي. الناس الطيبين دول. اهلا وسهلا. مين ده؟ بابا ماهر. ودي مين؟ ماما زينب. التراتير اهي، يعني عشان نفرح بقى مع بعض. البسي تراتور معلش، والبس انت تراتور. انا عايزه المترات كلهم يجوا. يلا حالا بالا بالا حنا والفصل. تعالي بقى عشان عايزاكي. يلا بقى نقول ايه؟ هابي بيرثدي تو يو. يلا اوف. بيرو ليه راح فين؟ ها؟ يا اختي راحت فين؟ مش عارفه، كانت لسه هنا. ده باين عليها مجنونه اليوم ده. ايه؟ كل سنه وانا طيبه يا فندم. وليه اختفى؟ راحت فين؟ نفس ملح وده. كل سنه ورانيا طيبه حضرتك. رانيا مين؟ نعم فندم؟ رانيا مين؟ رانيا بنت حضرتك؟ لا، اخر بنت عندي لسه مجوزاها بقالها 3 ايام، وادي لسه حنيتها في ايديا. حنت ايه يا فندم؟ حنت بنتي، ما عنديش بنات صغيره. جدتها استعطفتنا وقالت اجي احتفل بعيد الميلاد معاكم، واحنا قلنا لها اتفضلي. ده هي حضرتك اللي خرجت قالت ده ابني اللي جوه. لا 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 لا، قالت على حضرتك كده. ده انا امي بقالي 7 سنين ما شفتهاش. امك ايه حضرتك؟ امي في المنوفيه بقالها 7 سنين ما شفتهاش. 7 سنين ما تشوفش مامتك؟ ما شفتهاش. طب ليه حضرتك ما بتروحش تشوفها؟ بقى نصيبي كده يا فندم. 350 ما تزعقش. حساب المكان ما تزعقش. معلش انا اسف، صوتي طبيعته خشن. وانا صوتي اعلى من صوتك. حضرتك مش غنيتي هنا والفصاد؟ غنينا. احنا كنا بنكبر خاطر البنت المسكينه اللي مالهاش ام واب موجودين. غنيتوا ابو الفصاد؟ غنينا ابو الفصاد. ولبست الترتور حضرتك؟ ولبست الترتور. ولبست حضرتك ترتور؟ انت هتربسنا ترتور ب 850 جنيه. تراتيرك اهي. تراتير ازاي يعني؟ هي شايله تراتيرك اللي لبسناها. عاوز حاجة تاني؟ حضرتك دي مش تراتيري أولا. أمال دي تراتير مين؟ دي تراتير الست الوالدة. ده كده أمون والدة؟ بقول لك والدتي بقالي 7 سنين ما شفتهاش. 850 جنيه يا عم الحاج. مش في حضرتك دلوقتي مكانة حجز؟ مش في زينب؟ مين اللي حجزه عند سيادتك؟ مش مامتك حضرتك لما جت؟ أنا ماليش ماما، ماما في البلد. أنت يرضيك حضرتك تاكل سفلقة؟ الله، وليه الغلط؟ أنا أكلت سفلقة واللي عندك أعمله. اطلب من البوليس. اطلب ايه يا فندم؟ اطلب يا بوليس. ده محل حضرتك محترمة يا عم. انا مش محترم. لا انت محترم. انا مش محترم. انت شكلك راجل يا عم. انت من قدام التعادي. الله، ليه بتغلط حضرتك؟ انا خدت 2 برتقال ولا 2 كازوزة بكام دول؟ الله، حضرتك ولا يا عم عشان خاطر النبي قول لي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خلاص اقول لك ايه؟ ده ما تجيش في ده يلف. قول لي نفسك شايف بعد ده. خلاص 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 خلاص. انت راجل غبي. خلاص انا غبي. ايه ده؟ مش حقك عليا. خلاص يا عم. 800 جنيه ايه ده؟ قول نفسك. عندي ال 850 كلهم. مش عايز اي حاجه. انا غامل الاول. غامل الاول ايه بس؟ ده في ايه اللي حصل؟ اقعد. لا 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 لا. ابعد. الشر في عينيا وانا عينيا يا مهرز يا بنت شايفك كده مقلوب على بعضها. بص دي طبيعي من عند ربنا. انا مش عاملها كده من عند ربنا. ابعد بعيد عني عشان خاطري. ودي لما تبقى عامله كده يبقى ايه يعني حضرتك؟ يبقى فيها شر. حرام، مستعجل بقى المحل ده. انت مش قلت خلاص مش عاوز مننا حاجه؟ عايز ايه تاني؟ بدغدغه وندفع حقه. عايز اقول لك على حاجه فعلا مضايقاني. اتفضل. ازاي ما تزورش مامتك 7 سنين؟ انت مال؟ ازاي ده كلام يا حاجه؟ انت الوقت يا سيدي انت هتشاركني. انت هتشاركني في ايه حضرتك؟ يا عم انت عارف مننا ايه؟ نعم. بقول لك ايه،
بقول لك ايه؟ مننا ايه؟ دليلة سودة خلاص. انت عايزين ايه؟ ايه؟ انا هدغدغ لك المحل. خلاص خلاص يا حاجة. في ايه؟ دليلة غبرة. انت مالك ومال امي ومال ابوك؟ مالك انت ومال امي ومال عيلتك؟ انت بتجيني يابا. خلاص يا عم. ايه في ايه؟ انا من عندك. خلاص يا عم.